خلوني بس أروح للأستاذ خالد. أستاذ خالد، هل فعلا في أعمال موزعة ومنفذة لم ترى النور حتى الآن جاهزة؟ والله في أعمال كثيرة لو هو كما تفضل الأخ محمد سلامة، في أشياء موجودة عند بعض الشخصيات وفي أشياء موجودة في بعض البيوت، بيكون بيلحنها أو بيكون يغنيها، فهذه الأشرطة محتفظين فيها. بالنسبة للأعمال الموسيقية أعتقد اللي عند عبد الله كافي لو طلع. عبد الله كم عندك أنت؟ علمنا. يضحك عبد الله، علمنا كم عندك؟ عدد جيد. في عند عبد الله وفي عند بعض الناس. جد عدد جيد. بعض الناس كمان محتفظين يعني. أي محمد فدك. أنا أعرف إنه في أحد في قائد الفرقة الموسيقية هاني مهنا. هذا يقول إنه يمتلك حوالي 100 أغنية جاهزة عنده. أوف والله رقم. وفي شخص كان كمان يقول أنا عندي حوالي 60 أغنية. مش 100 أغنية ما نزلت، يعني 100 أغنية. لكن الجمال كله والروعة كله لو خرجت الأعمال اللي موجودة في البيوت. نعم. طب الجلسات الخاصة. نعم.